شوط المباراة الثاني. إذا السعودية كانت صاحبة الأفضلية على مستوى الشوط الأول، الأفضلية من حيث الأداء الفني، من حيث النتيجة النهائية لشوط المباراة الأول، ولذلك تقدمت بهدف جميل، بهدف رائع جدا، وبمجهود فردي راقي جدا، وبتمريرة حاسمة من سعد الحارثي إلى اللاعب عبد العطيف اللي سجل أول الأهداف في المرمى السنغافوري في الدقيقة 37 على انطلاقة المباراة. الآن الشوط الثاني، والفريقين اتصور بانهم فعلا يمتلكون كل المقومات اللازمه لتقديم اداء جميل جدا من خلال الزمن ال 45 دقيقه القادمه من زمن شوط المباراه الثاني. مباراه تليق بسمعه وامكانيات الفريقين، وبالذات الفريقين يلعبون على مستوى تصفيات كاس العالم. كرة بتلعب على طول طويلة قدام، تصل مرة ثانية بشكل حلو جدا من رضا تكر، تكر خلصها، تعود للمنتخب السنغافوري في مكان حلو، في مكان المنتخب السنغافوري الآن يبحث عن التعويض، والتعويض لم يتأتى إلا بتسجيل هدف التعادل الآن، وهذه كرة بتلعب وفي مكان خطير للمنتخب السنغافوري، ولكن أيضا تبعد والتسديد يأتي، ولكن أيضا في رجل رضا تكر تتخلص. تعود لمصلحة المنتخب السنغافوري. إذا الشوط الثاني أتصور بأنه راح يكون شوط ساخن جدا. ولو أن سنغافورة يعني كانت قد منيت بخسارة هي الأكبر على مستوى هذه التصفيات عندما خسرت من أوزبكستان وعلى نفس هذا الملعب وبسبعة أهداف مقابل ثلاثة. لكن سنغافورة يبقى لها الأمل، وهي تبحث أيضا عن مشوار الوصول إلى الأدوار الحاسمة، لقاء يبحث فريق سنغافورة عن ورقة الترشح. قد تكون فوز اليوم سنغافورة على السعودية إذا ما حدث، وإذا ما فازت في مباراة الأخيرة على لبنان، وتعثر السعودية اليوم وتعثر السعودية في مباراة أوزبكستان في الرياض، كل الأمور واردة، ولكن الأمور رسميا كما ذكرت هي حتى اللحظة تذهب للمنتخب السعودي، ولكن بشكل رسمي راح نعلنها بعد انتهاء المباراة، لأن السعودية تبحث إما عن الفوز أو حتى عن التعادل لتأكيد تحقيقية حقيقة للوصول للأدوار الحاسمة القادمة. يلا يا الأخضر، هدف ثاني إن شاء الله يريح الأعصاب أكثر للأخوة السعوديين وللمحبي الأخضر السعودي من خلال فعاليات هذا اللقاء. كرة بتلعب من أحمد عطيف أو تصل مرة ثانية في وسط الميدان، محمد نوح تطول قدام عند ألكسندر، ألكسندر ناقلة قدام، ولكن أيضا محاولة والكرة تطلع أيضا خارج الملعب، تتحول إلى رمي التماس. الكرة تتحول إلى رمي التماس. مباراة السعودية القادمة كما ذكرت ضد أوزبكستان في الرياض، ومباراة سنغافورة ضد لبنان، والمباراتين يوم 22/6 القادم. وأذكر فقط بمعلومة تأتي الآن، اليابان وتايلاند في بانكوك انتهت بفوز اليابان على تايلاند بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. تايلاند في بانكوك خسرت من عمان 1-0، وتايلاند في بانكوك خسرت من البحرين 3-2، ولكن اليوم تايلاند تخسر بنتيجة أثقل من المباراتين الماضيتين، وخسرت من اليابان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. لكن نذكر دائما بأن نحن كعرب ننظر للفرق العربية في المجموعة الثانية اللي ذكرتها، تايلاند واليابان أيضا تضم إلى جانبهم عمان والبحرين، وعمان والبحرين مباشرة اليوم عبر الجزيرة الرياضية في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. كنا قد حزننا كثيرا حقيقة مع الأردن اليوم، على اعتبار أن الأردن خلاص ودعت المنافسة على بطاقة الترشح، وأصبحت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية هما صاحبتي الحظوظ الأوفر لبلوغ المرحلة القادمة. كوريا الشمالية اليوم كانت قد تغلبت على الأردن بهدفين مقابل لا شيء هناك في بيونغ يانغ، والمباراة اللي كانت قد بدأت في تمام الساعة 11 صباحا من خلال هذا اليوم. الأردن إذا سقطت، ولذلك الأردن خسرت بطاقة الترشح أو إحدى بطاقتي الترشح والبطاقتين إنجاز التعبير. كرة لعب على طول، وأيضا الكرة تبعد
حتى الآن طبعا لم تقم سوى مباراتين، مباراة كوريا الشمالية والأردن ومباراة اليابان وتايلاند، عدا ذلك مباريات اليوم تتواصل بهذه المباراة التي تعتبر المباراة التي تحمل الرقم 3. الصين والعراق أيضا بدأت قبل حوالي 35-40 دقيقة من الآن، والنتيجة لا تزال 0-0. الله، محاولة جادة، محاولة جميلة، بل هي الأروع على مستوى الشوط الثاني للمنتخب العربي السعودي. كرة اللعب تصل مرة ثانية في محاولة، محمد شلهوب، شلهوب يلعبها ولكن أيضا الكرة مقطوعة على طول من جانب المدافع السنغافوري. كرة بتلعب من ألكسندر، هذه تعود مرة ثانية عن طريق محمد شلية في نص الملعب للشلهوب. الآن الشلهوب في مكان ملك معاذ لسعد الحارثي، سعد الحارثي يحاول يعدي ولكن أيضا في مضايقة من سعد الحارثي والخطأ لمصلحة محمد نوح لاعب المنتخب السنغافوري. هذا هو سعد الحارثي اللاعب اللي يعتبر أحد أعمدة منتخب المملكة وصاحب إمكانيات طيبة جدا، إمكانيات فردية وفنية وأخلاقية رائعة جدا من اللاعب سعد الحارثي اللي يعتبر أحد الأوراق اللي يعتمد عليها المنتخب السعودي في هذه التصفيات. في لاعب ساقط على أرض الملعب يبدو لي محمد الشلهوب، خلنا نتأكد. عموما بالسلامة إن شاء الله للاعب السعودي اللي قام بالسلامة. إذن هذا 18 أحمد عطيف، إذن سلامات إن شاء الله للاعب السعودي. السعودية التي تقدم لنا حقيقة مجموعة من نخبة اللاعبين على مستوى الدوري السعودي وعلى مستوى البطولات السعودية، أتحدث هنا عن وجود لاعبين من الهلال والشباب والأهلي والاتحاد والنصر، وهي أعمدة الأندية السعودية، الأعمدة اللي تتغذى منها المنتخبات السعودية وبالتالي تعتبر أعمدة المنتخب السعودي الأول هنا بتصفيات كأس العالم، كما هو الحال بالنسبة للمنتخبات السعودية الماضية. صفوة الأندية في المملكة الهلال والشباب والأهلي والاتحاد والنصر وبقية الأسماء الجميلة جدا من الأندية السعودية اللي فعلا يعني، ونحن نتحدث عن الأندية السعودية نذكر فقط بأن بطولة الدوري السعودي هذا الموسم ذهبت للهلال. الهلال هو بطل الدوري السعودي، وكأس ولي العهد ذهبت أيضا للهلال بعد فوزه على الاتفاق في المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شيء. بطولة كأس الأمير فيصل ذهبت لنادي النصر اللي عاد للألقاب والكؤوس بعد غياب دام 10 سنوات بالتمام والكمال، وجاء الفوز بكأس الأمير فيصل بعد فوزه طبعا على غريم الهلال وبهدفين مقابل هدف باستاد فهد الدولي وأمام أكثر من 65,000 متفرج. بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ذهبت حقيقة لنادي الشباب. إذن الهلال والنصر والشباب هي صفوة الأندية السعودية هذا الموسم، الموسم اللي تم ختامه قبل حوالي شهر من الآن. كرة بتلعب على طول تصل مرة ثانية المنتخب السنغافوري في مكان، محاولة أيضا في مكان جميل جدا للاعب بريشوس، تعود لـ 17 شهرين إسحاق، إسحاق يردها ورا لخمسة محمد نوح، نوح على طول بتلعب لألكسندر، ألكسندر تطول قدام وتعود مرة ثانية المنتخب السنغافوري، محاول الآن بدأ الفريق السنغافوري يحاول وينشط ولكن الكرة بتمر فوق العارضة بعيدة تطلع خارج الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى من 14 جون ويلكنسون. جون ويلكنسون اللاعب السنغافوري اللي يرتدي القميص الأحمر واللاعب اللي يحاول الآن إعادة البسمة للجماهير السنغافورية. سنغافورة كما ذكرت بلد يعني على مستوى كرة القدم لا وجود للإنجازات الكبرى، ولكن سنغافورة تسمى عن سكانها بمدينة النمر، وسنغافورة تحافظ على مظهرها سمعة البلد بشكل كبير جدا. القانون السنغافوري يقول ويعاقب حقيقة أي إنسان يبسط حشاكم على الأرض أو يعلق مثل ما نقول. خلنا نكمل كرة، إذا في 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 صافرة وفي في خطأ لمحمد الشلهوب وفي إنذار للاعب المنتخب السعودي أو للاعب المنتخب السنغافوري، إذا 18 أحمد حطيف هو اللي طاح وبالتالي الإنذار للاعب المنتخب السنغافوري، الإنذار للاعب المنتخب السنغافوري لاعب محمد نوح. إذا محمد نوح هو صاحب الإنذار،
السنغافوريين نعم محافظين تماما، اللي يعلق يعني او يمضغ العلكة في الاماكن العامة حقيقة هناك قانون له، مما اوجد لهذا البلد قوانين صارمة ومعروفة في هذا البلد السياحي من الدرجة الاولى. هنا محمد نوح رحمن هو صاحب الانذار في صافرة ايضا وفي خطأ لمصلحة المنتخب السنغافوري. المنتخب السنغافوري الان شد حيل اكثر، بدأ يشاطر المنتخب السعودي، بدأ المنتخب السعودي يتراجع للخلف، وبالتالي بدأت الأخطاء تكثر من اللاعب عبد العطيف ومن جانب بقية لاعبة المنتخب الأخضر من خلال فعاليات هذا اللقاء. هذا الخطأ لمصلحة 11 اللاعب جولي، اللاعب اللي نزل في الاستراحة ما بين الشوطين بدلا من اللاعب كايرو الأمري. كرة بتلعب لكايزن، تعود سنغافورية حمراء لمحمد نوح. الآن محمد نوح المنتخب السنغافوري اللي قاعد يتفاعل مع صيحات جماهيره، الجماهير السنغافورية اللي لا تزال عندها بصيص الأمل للفوز ببطاقة الترشح، بصيص الأمل. سنغافورة 3 نقاط والسعودية 9 نقاط والفارق ما بين الفريقين 6 نقاط، لذلك الآمال يعني وحتى فارق الأهداف كبير جدا ما بين السعودية وما بين سنغافورة. تصور سنغافورة دخل شباكة حقيقة 10 أهداف وسجلت 5 أهداف فقط، السعودية سجلت 8 أهداف ولكن اهتزت شباكة 5 مرات فقط. الكرة تلعب خارج الملعب، رمي التماس، لذلك الامال يعني كرة القدم فيها كل شيء وارد، ولكن تبقى امال المنتخب السعودي طبعا هي الاوفر حظوظا، وبالتالي السعودية كما ذكرت يكفيها التعادل اليوم، وحتى لو الله سبحانه وتعالى قدر للمنتخب السعودي وخسر هذا اللقاء فهذا لن يعني خروج المنتخب السعودي، لا بالعكس المنتخب السعودي ايضا راح يصعد حتى لو خسر مباراة اوزبكستان. كرة اللعب الان تصل مرة ثانية لمالك معاذ، مالك معاذ يلعبها، لا يا مالك، مالك معاذ انفراد بحارس المرمى تقريبا، هذا هو مالك معاذ اللاعب اللي حاول في الكرة الأخيرة. كرة تلعب مرة ثانية، السعودية خضراء، وبدأ المنتخب السعودي الآن يشتغل، بدأت حقيقة وبدأ اللون الأخضر حقيقة هو من يسود أرضية الملعب، اللون والعشب أخضر وبالتالي الملعب أخضر، والتسديدة خضراء ولكن الكرة فوق العارضة برا الملعب إلى ضربة مرمى. برافو الأخضر، برافو الأخضر، الأخضر أفضل والأخضر أخطر والأخضر حقيقة نعم يصول ويجول هنا في سنغافورة وبالتالي يحقق كل المطلوب كما كان عام 84 كما ذكرت عندما فازت السعودية بكأس أمم آسيا لأول مرة هنا في سنغافورة. بطولة سنغافورة، سنغافورة اسم عزيز على السعوديين على اعتبار أن السعودية سبق أن فازت بأول بطولة آسيوية هنا بأرض سنغافورة عندما فازت بكأس أمم آسيا على حساب المنتخب الصيني. أيام مجدونة، أيام ماجد عبد الله، وأيام النفيسة، وأيام الجمعان، وأيام الكوبرا السعودية، وأيام حقيقة أيام لا تنسى إطلاقا في تاريخ الكرة السعودية وفي الأذهان الكروية الخليجية عامة بل والعربية على المستوى الآسيوي. بطولة كأس آسيا 84، كرة اللعب أول باكورة للمنتخب السعودي، كرة اللعب جول 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 جول، كمل عليها، لا حاول مالك معاذ يكمل عليها ولكن الكرة كانت أطول منه وأقرب لحارس المرمى حقيقة حسن سوني حارس مرمى المنتخب السنغافوري. إذا ساعة تقريبا، ساعة بالتمام والكمال الآن على انطلاقة المباراة، ساعة كاملة 59-60 دقيقة الآن، والنتيجة حتى الآن مشاهدينا متابعينا في كل مكان محبي الجزيرة أينما كنتم، والنتيجة لا تزال تشير على أن المنتخب السعودي يتقدم على حساب المنتخب السنغافوري بهدف 1 مقابل لا شيء. الهدف سجل عن طريق اللاعب عبد العطيف في الدقيقة 37 على انطلاقة زمن شوط المباراة الأول. السعودية تواصل حقيقة سباق التألق وسباق حصد النقاط. أوزبكستان هي صاحبة العلامة الكاملة حتى الآن،
أربع انتصارات من أربع مباريات، السعودية ثلاث انتصارات وهزيمة واحدة من أوزبكستان، سنغافورة فوز واحد وثلاثة هزائم، لبنان أربعة هزائم من أربع مباريات، ولذلك الآن السعودية وأوزبكستان بنفس الرصيد ب 12 نقطة فيما إذا استمرت طبعا النتيجة على ما هي عليه حتى نهاية أحداث هذا اللقاء. لكن اللي يهم المتابعين، اللي يهم المراقبين، اللي يهم حقيقة النقاد ووكالات الأنباء والصحافة والإعلام هو الفريقين الصاعدين، والصاعدين بإذن الله هما أوزبكستان والسعودية هنا من خلال فعاليات المجموعة الرابعة المؤهلة للأدوار الحاسمة ومنها إلى نهايات كأس العالم المقبلة في جنوب إفريقيا 2010. الفرق التي خرجت من هذه المجموعة رسميا هو المنتخب اللبناني. لبنان رايحة تنتظر إلى مونديال البرازيل عام 2014. مونديال البرازيل 2014، لبنان رايحة تنتظر إلى تلك التصفيات، تصفيات مونديال البرازيل، لأن لبنان خلاص ودعت المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الرابعة من هذه المجموعة اللي ضم لبنان وسنغافورة والسعودية وأوزبكستان. لكن اليوم طبعا الأردن كما ذكرت كانت قد ودعت أيضا المنافسة وخرجت خاسرة اليوم من كوريا الشمالية بهدفين، ولذلك خرجت رسميا. تايلاند هي الأخرى أيضا خرجت رسميا بعد خسارتها اليوم من اليابان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. تايلاند الآن في صدارة المجموعة الثانية مع انتظار مباراة البحرين وعمان اللي راح تأتي مباشرة في تمام الساعة 7:30 من مساء الليلة. وفي انذار لرضا تكر. رضا تكر هو صاحب الانذار. رضا تكر اللاعب اللي كان قد قلب الموازين في مباراة لبنان الماضية وسجل هدفين. رضا تكر اذا يحصل على انذار. رضا تكر هذا الخطأ اللي ارتكب من اللاعب لاعب فريق أحد سابقا وكان يومها أحد أندية الدرجة الأولى في موسم 2000. انتقل رضا تكر لنادي الشباب مقابل 700,000 ريال سعودي، وكان انتقاله بالمناسبة يعني بمثابة الحلم الجميل اللي عن طريقه سيعرف حقيقة عالم النجومية والشهرة، وهو ما حدث فيما بعد. انضم للمنتخب الأخضر وتواصل مع الشباب السعودي إلى أن انتقل بعد ذلك إلى نادي اتحاد جدة. كرة بتلعب على طول، لكن انتقاله لنادي اتحاد جدة يقول لك ب2,700,000 دولار لموسم واحد، ثم انتقل رسميا ب7 ملايين ريال سعودي إلى نادي اتحاد رسميا. هذا خلينا نكمل، كرة تلعب على طول تصل لسعد الحارث. سعد الحارث الشلهوب كرة معاه، يلا يا شلهوب يلا حارثي جول حطها. لا وعدت من أمام الشلهوب، وكان بالإمكان أن نجد وأن نشاهد وأن نستمتع بثاني الأهداف في مرمى حسن سوني حارس مرمى المنتخب السنغافوري. شوف شوف هنا الشلهوب، هنا كانت البداية وهنا كانت التمريرة الحاسمة، ولكن هنا كانت اليقظة السنغافورية من حارس المرمى حسن سوني، وبالتالي كرة تخلصت. كرة اللعب على طول، ولكن أيضا برافو كرة خارج الملعب من أسامة هساوي، رمي التماس لمصلحة المنتخب السنغافوري. هذا جمعة جنتان أيضا لاعب اللي يبدو لي بأن دفع فيها المدرب سيد رادي مدرب المنتخب السنغافوري من خلال أحداث اللقاء. جمعة جنتان راح ينفذ رمي التماس الآن لمصلحة المنتخب السنغافوري. كرة اللعب على طول طويلة بالرأس أيضا ملعوبة بشكل حلو من شلهوب. شلهوب ناقلها في مكان سليم جدا، ما فيها شيء إطلاقا. عبد عطيف للاعب، هذا طبعا تبديل اللي وضح إسماعيل يونس. إذن إسماعيل يونس هو رقم 13. إسماعيل يونس هو صاحب الرقم 13 في المنتخب السنغافوري. عموما كرة اللعب والكرة إلى خارج الملعب ورمي التماس. إذا 65 دقيقة والمدرب السنغافوري السيد رادي يبدو لي بأنه فعلا غير راضي إطلاقا. رادي غير راضي،
ورادي نعم معصب لأن فريقه لم يقدم الأداء المنتظر. إذا 65 دقيقة عن انطلاقة المباراة، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نحن نتواصل مع فعاليات المجموعة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة للأدوار الحاسمة ومنها لنهاية كأس العالم القادمة في جنوب إفريقيا. وكرة طويلة أيضا خارج الملعب إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى جيولي هو اللي حاول في الكرة الأخيرة وطلعت، شوف 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 المحاولة السنغافورية وطلعت خارج الملعب إلى ضربة مرمى. إذا 65 66 دقيقة الآن على الأبواب، والسعودية الأخضر السعودي يتقدم على حساب سنغافورة وبهدف واحد مقابل لا شيء هنا في خامس مباريات الفريقين على حساب فعاليات المجموعة الآسيوية الرابعة المؤهلة للأدوار الحاسمة وبعد ذلك إلى نهايات كأس العالم القادمة عام 2010. المباراة رقم 5 للسعودية، المباراة رقم 5 لسنغافورة، وهي المباراة رقم 5 لكل الفرق اللي ستلعب اليوم. وأتحدث هنا عن مجموعة كبيرة من المباريات في تصفيات كأس العالم في آسيا، وأيضا هناك 3 فرق عربية اليوم ستلعب في تصفيات كأس العالم على مستوى قارة إفريقيا. وأتحدث هنا عن منتخب مصر عندما سيلاقي ملاوي في ملاوي في تمام الساعة 3:30، أي مباراة مصر بدأت منذ نصف ساعة من الآن، والمغرب ورواندا أيضا في رواندا في تمام الساعة 4:30 من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، السودان ضد مالي في الخرطوم في تمام الساعة 8 مساء. التوقيتات طبعا كلها بتوقيت مكة المكرمة. هذا هو صاحب الهدف الهاتفي في المباراة حتى الآن، اللاعب اللي تمت عرقلته في الكرة الأخيرة، وبالتالي حكم المباراة احتسب فاول على 6 بريشوس. الخطأ في مكان حلو وحكم المباراة يحتسب الخطأ، والخطأ من الممكن الآن أن يترجم إلى أول أو ثاني الأهداف وأول الأهداف في الشوط الثاني، ولكن الكرة مرت فوق العارضة برا الملعب إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لمصلحة المنتخب السنغافوري. هذا هو بريشوس وحارس المرمى حسن سوني والأسماء السنغافورية، ولكن على الرغم من الأسماء الجميلة وعلى الرغم من أن سنغافورة طبعا كانت قد جنست مجموعة من اللعيبة على مستوى منتخب سنغافورة الأول، إلا أن المنتخب السنغافوري عاجز كل العجز عن تقديم مباراة جميلة وعن إرضاء جماهير الغفيرة التي تحضر من خلال أحداث اللقاء. هذه كرة عرضية بالرأس بشكل حلو من إسامة هوساوي، وهوساوي والكرة بعد ذلك أيضا من رضا تكرواش اللي الكرة تبعد بعيدا عن مركز الخطورة السعودي. إذا سنغافورة عاجزة كل العجز عن تحقيق أي انتصار على السعودية كلما تقابلت مع السعودية، لأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت سعودية ولعبت حقيقة مع أوزبكستان وخسرت بـ7 أهداف مقابل 3، ولعبت مع لبنان وفازت حقيقة على لبنان، وعدا ذلك لا شيء يوجد إطلاقا بالنسبة لسنغافورة. لعبت مباراة واحدة مع سنغافورة وفازت فقط على لبنان، ومباراة القادمة ضد المنتخب اللبناني. مباراة السعودية القادمة كما ذكرت في الرياض، في الرياض ضد منتخب أوزبكستان، والسعودية وأوزبكستان هما من أقوى الفرق على مستوى المنافسة على البطاقات الأربع المؤهلة لكأس العالم. كرة اللعب على طول تصل، محاولة، الله، مرت بأمان وسلام على مرمى وليد علي حارس مرمى المنتخب السعودي. كرة اللعب عبد الحليم، ممكن الهدف الثاني الآن تلعب لمالك معاذ. مالك كرة معاه لكن لا، طالت على مالك معاذ وردت الآن في مكان حلو عند أحمد عطيف. كرة اللعب مرة ثانية لمصلحة المنتخب السعودي. الحارثي حط، الله، لعبها الحارثي وعمل فيها مجهود حلو، سكنها بصدره ولعبها بيساره. خلينا نشوف، شوف سكنها بصدره، نعم، ولعبها بيساره، ولكن برافو أيضا من حارس المرمى حسن سوني اللي أنقذ مرمى المنتخب السنغافوري من هدف مؤكد أيضا. نعم السعودية
الأخضر عنده عزيمة الفوز، نعم عنده عزيمة الفوز. الأخضر هو المؤهل، نعم هو المؤهل. الأخضر هو صاحب الصولات والجولات. في إنذار، هذه عليها كرت أصفر إن لم يكن أحمر. إذا صاحب الإنذار رقم 13 اللاعب إسماعيل يونس، سلامات إن شاء الله للاعب السعودي عبد الله شلية، سلامات لشلية، سلامات للاعب السعودي اللي ساقط على أرض الملعب. إذا سلامات لعبد الله شلية لاعب المنتخب السعودي من خلال أحداث اللقاء بعد العرقلة الواضحة جدا من قبل إسماعيل يونس، وبالتالي حكم المباراة يحتسب خطأ وفاول لمصلحة المنتخب العربي السعودي. عندما نقول عربي فهو كذلك، لأن المنتخب العربي يمثل ويحمل اسم الكرة العربية في هذه المجموعة بعد ما افتقدنا حقيقة لبنان على مستوى المنافسة. ولبنان أكيد لها كل العذر على اعتبار عدم تجمع اللاعبين، على اعتبار الأوضاع الغير مريحة بالمرة في بيروت، على اعتبار الأوضاع الأمنية الغير سارة بالمرة للرياضيين، ولذلك لبنان خارج المنافسة على إحدى بطاقتي المنافسة من المجموعة الرابعة. وهذه كرة اللعب على طول من عبد عطيف خارج الملعب، تتحول بعد ذلك إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة المنتخب السنغافوري. إذا أذكر فقط بأن كل الفرق العربية في القارتين الآسيوية والإفريقية تتواجد في هذا الحدث، حدث الأدوار الحاسمة من تصفيات كأس العالم، إلا أربعة بلدان عربية كانت قد أقصيت من الأدوار التمهيدية من آسيا، منتخبي اليمن وفلسطين، ومن القارة الإفريقية الصومال وجزر القمر. إذا 17 يبدو لي 17 زيد المولد، إذا زيد المولد هو اللاعب القادم بالنسبة للمنتخب السعودي بدلا من إذا زيد المولد يبدو لي بدلا من محمد الشلهوب. إذا محمد الشلهوب غادر ملعب المباراة، والخير والبركة في البقية المتواجدة هنا في ملعب هذا اللقاء. هذا هو وليد علي، وليد علي بالمناسبة هو الحارس الأساسي للمنتخب السعودي في كل مباريات المنتخب الأخضر على مستوى تصفيات كأس العالم. السعودية بدأت الأدوار بدءاً من هذه المرحلة الثالثة، على اعتبار أنها كانت من ضمن المصنفات الخمسة الأوائل على المستوى الآسيوي، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وإيران والمنتخب الأسترالي. كرة بتصل مرة ثانية للمنتخب السنغافوري. إذن الكلمة العليا في النهاية اليوم ستبقى للفريق السعودي من خلال أحداث هذا اللقاء. هكذا نتمنى وهكذا ندعو ربنا، على اعتبار أن السعودية تبحث إما عن الفوز وحتى عن التعادل، لأن التعادل فقط سيضمن رسميا بلوغ السعودية إلى الأدوار النهائية الحاسمة القادمة، الأدوار النهائية الحاسمة القادمة. لذلك أتصور بأن السعودية خلاص في الأدوار النهائية الحاسمة، وبالمناسبة هذه المجموعة لم تحدث فيها أي مفاجآت، كانت كل الأنباء وكل الترشيحات وكل التقديرات وكل حقيقة التكهنات تذهب على أن السعودية وأوزبكستان مباشرة إلى الأدوار النهائية، وهو ما حدث فعلا. أوزبكستان كانت قد خطفت أول البطاقات، والآن المنتخب السعودي. كرة بتلعب في مكان خطير، ولكن أيضا برافو من أسامة هوساوي يبعدها على طول، تلعب من المولد، تعود مرة ثانية لمصلحة اللاعب سعد الحارثي. سعد الحارثي كرة معاه، سعد الحارثي داخل في مكان ممكن، هاي تتيا في مكان سليم، في مكان حلو جدا، ولكن أيضا الكرة تنقطع في المكان الأنسب بالنسبة للمنتخب السنغافوري. إذا كنا اليوم قد تفاعلنا مع المنتخب السعودي، نتمنى أن نتفاعل مع قطر اليوم في مواجهة أستراليا. نتمنى أن نتفاعل بفوز سوري اليوم على حساب الإيراني. نتمنى اليوم صحوة
رائعة جدا من المنتخبين الكويتي والإماراتي عندما يلتقون في الكويت. نتمنى نشوف مباراة جميلة، مباراة حلوة في تمام الساعة 8:45. سأتواصل معكم في تلك المباراة. نتمنى أن نرى مباراة حلوة وجميلة أيضا تجمع البلدين العربيين الشقيقين البحرين وعمان في المنامة في تمام الساعة 7:30 مساء. لبنان وأوزبكستان في تمام 5 مساء أيضا في العاصمة الأوزبكية طشقند، والعراق والصين كما ذكرت. شوط المباراة الأول في تصوري انتهى الآن، والمباراة التي تقام في الصين، وكنت عند الدقيقة 35 كنت أشاهد التعادل بدون أهداف. كرة اللعب على الله، جول سعودي أخضر، برافو يا السعودي، برافو يا السعودي، فرحة سعودية حارمة هنا في سنغافورة. نعم السعودية تتفاعل كثيرا بسنغافورة، وهذا هو يأتي الآن، والهدف الثاني يأتي عن طريق زياد المولد. شوف 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 اللاعب اللي نزل بديلا لمحمد الشلهوب، وبالتالي المولد بالتالي نعم يسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي. 2-2 السعودية لا شيء سنغافورة، وبالتالي نعم الأمور الآن تقترب كثيرا، وبالتالي أصبحت الأمور محسومة تماما لمصلحة الأخضر السعودي على حساب المنتخب السنغافوري. برافو السعودية، برافو الأخضر. مباراة والدرب فعلا هو أخضر، دربك خضر يا السعودي، دربك خضر يا الأخضر. والأخضر اليوم ما هو كل يوم، نعم الأخضر اليوم بمدرب وطني جميل ورائع جدا، وهو السعودي سيد ناصر الجوهر. هكذا هم العرب، وهكذا المدربين العرب، كلما أتى مدرب عربي كلما كانت الكلمة العليا للمدرب العربي في البطولات الدولية. وهذه كرة اللعب على طول، ولكن بيد حارس المرمى حسن سون. نعم الوطني السعودي يا سيد ناصر الجوهر، يبدو لي انه فال خير على الكره السعوديه، وعندما قاد المنتخب السعودي خلفا للبرازيلي السابق السيد انجوس. اتذكر تماما مدرب عمان السيد خوليو ريباس عندما اقيل من منصبه، واتى السيد حسن حمد العزاني وصح المنتخب العماني وتعادل مع اليابان بهدف، وكاد ان يفوز لولا ركله الجزاء اللي اضاعها فوز بشير. ذهب ايضا هناك مدرب كرواتيا السيد رادان، وجاء محمد ابراهيم، وعادت الابتسامه للكره الكرواتيه. وهذه كره اللعب الان، والكره خارج الملعب الى ضربه مرمى، ضربه مرمى، كره ايضا صعبه للمنتخب السنغافوري، وكان بالامكان تقليص الفارق من جانب المنتخب السوري او المنتخب السنغافوري، والكره عدت خارج الملعب الى ضربه مرمى. هذه اخطر فرصه سنغافوريه على مدار الشوط الثاني من المباراه، لكن الفرصه الاخطر للسنغافوريين كانت مع اول 5 دقائق من زمن المباراه. إذا محمد إبراهيم مدرب المنتخب الكويتي عندما قاد الكويت خلفا للمدرب السابق أيضا هو الآخر. خلنا نشوف، إذا 8 هو اللاعب نواز بدلا من 9 ألكسندر. الكرة خارج الملعب إلى رمي تماس لمصلحة المنتخب السعودي. نعم هكذا كان حال المدربين العرب عندما توافدوا وعندما زجوا حقيقة على مستوى التدريب المنتخب الأول في البلدان الثلاثة، في السعودية وفي عمان وفي الكويت. إذا عادت الابتسامة كما عادت كما ذكرت للسيد محمد إبراهيم عندما قاد المنتخب الكويتي أمام المنتخب السوري في مباراة الكويت الماضية يوم السبت الماضي، ويوم حقق المنتخب الكويتي فوز كبير على شقيقة المنتخب السوري بأربعة أهداف مقابل هدفين. عمان تعادلت تحت قيادة أيضا مدرب وطني محمد العزاني مع اليابان 1-1، واليوم تحت قيادة المدرب الوطني السعودي السيد ناصر الجوهر السعودية تتفوق على سنغافورة بهدفين مقابل لا شيء. لذلك الآمال السعودية والجماهير السعودية تنفست الصعداء الآن
بعودة الروح من جديد للأخضر السعودي من خلال فعالية التصفيات، وكرة اللعب على طول توصل، ولكن الكرة تبعد من مركز الخطورة، تعود مرة ثانية والتسديدة كانت غير مركزة وطلعت من أحمد خارج الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة المنتخب السنغافوري. إذا السعودية تعتبر من أقوى الفرق الآسيوية من حيث النتائج والإنجازات، كل مناسبة وكل بطولة وكل منافسة عالمية يشارك فيها الأخضر السعودي، يعني يعتبر بالنسبة للسعوديين حدث هام على مستوى المملكة، بل ويترقب ويتابع من قبل أعلى المستويات. ولذلك الجمهور السعودي كان غاضب كل الغضب عندما كان أنجوس هو من يقود السعودية في تصفيات كأس العالم. صحيح أن أنجوس هو من اكتشف مجموعة من اللاعبين البارزين، وهو من قدمهم على مستوى نهائيات كأس أمم آسيا الأخيرة عندما بلغت السعودية نهائي كأس أمم آسيا أمام العراق، ولكن بعد ذلك وضح تراجع مخيف للكرة السعودية على مستوى تصفيات كأس العالم. لعبت السعودية 4 مباريات، صحيح أنها فازت في 3، ولكنها كانت الطامة الكبرى في طشقت يومها، خسرت السعودية بنتيجة ثقيلة جدا، لم تخسر السعودية منذ فترة طويلة من الزمن عندما انهزمت من أوزبكستان ب3 أهداف مقابل لا شيء. الكرة إلى خارج الملعب. السعودية كانت قد خسرت في كأس العالم من ألمانيا 8-0، ولكن على مستوى التصفيات يعني من الصعب هزيمة السعودية ب3 أهداف من فريق آسيوي، ويوم فازت أوزبكستان في طشقة ب3 أهداف مقابل لا شيء، وهو الأمر اللي فعلا انعكس بشكل سلبي تماما على المدرب البرازيلي السيد أنجوس. خارج الملعب الكرة رمي التماس الآن. إذا السعودية أقدر أقول مبروك و1000 مليون مبروك للمنتخب السعودي وصوله للأدوار الحاسمة. نتمنى اليوم نقول للفرق العربية نفس الكلام نفس المديح، نتمنى اليوم نتفاعل مع قطر ضد استراليا ونقول 1000 مليون مبروك لقطر وفوزها على استراليا، يعني وصولها تقريبا إلى الأدوار الحاسمة. نتمنى أيضا للكرة السورية اليوم أن تفوز على إيران، ونتمنى لكل الفرق العربية عمان والبحرين والكويت والإمارات كل التوفيق في مبارياتهم من خلال هذا المساء، كما نتمنى التوفيق أكيد لجمهورية مصر العربية عندما تلاقي ملاوي، والمغرب في مواجهة رواندا في تصفيات كأس العالم الأفريقية، والسودان ضد المنتخب المالي. إذن السعودية مباراة القادمة في الرياض يوم 22 من الشهر الجاري، السعودية ضد أوزبكستان في الرياض، وسنغافورة ضد منتخب لبنان. هذا هو 16 اللاعب خالد عزيز، اللاعب خالد عزيز. كرة بتلعب على طول تصل مرة ثانية لمصلحة الرضا تكر. خلاص المباراة تقريبا انتهت. المنتخب السعودي صحيح انه يتقدم بهدفين، وصحيح ان كرة القدم كل شيء فيها جايز، ولكن اتصور بان الدقائق 7 أو 6 القادمة ما هي الا دقائق لتأكيد أحقية السعودية في الفوز بنقاط المباراة 3. اذا 13 بدلا من 2 اسامة الحربي، اذا اسامة الحربي طلع، و13 احمد الموسى يبدو لي، نعم احمد الموسى او عبد الله الدوسري، اذا عبد الله الدوسري هو اللاعب السعودي القادم بدلا من اسامة الحربي. كرة اللعب على توصل، ولكن ايضا في يد حارس المرمى حسن سوني حارس مرمى المنتخب سنغافورة. كرة بتلعب. اذا الدقائق القليلة القادمة، الدقائق 6 القادمة ما هي الا دقائق تأكيد للتفوق السعودي. التفوق السعودي على حساب سنغافورة، التفوق الاخضر، تفوق الاخضر على حساب
المجموعة الرابعة وفي المباراة الخامسة، ولكن الفوز اللي يحمل الرقم 4 للسعودية من أصل 5 مباريات وخسارة واحدة، وبالتالي السعودية مباشرة إلى الأدوار النهائية الحاسمة القادمة، وهي الأدوار النهائية اللي راح تواجد فيها طبعا 10 منتخبات ستقسم حقيقة المنتخبات العشرة على مجموعتين، أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى نهايات كأس العالم، والثالث من المجموعتين يتقابلون، والفائز منهم بالإياب والذهاب رايح يلعب ضد بطل أوقيانوسيا، والفائز بعد ذلك من الذهاب والإياب مباشرة إلى نهايات كأس العالم القادمة في جنوب إفريقيا 2010. جنوب إفريقيا 2010 أول دولة إفريقية تنظم نهائيات كأس العالم هي جنوب إفريقيا. أقاويل كثيرة تقول بأن قد تسحب حقيقة بطولة كأس العالم من جنوب إفريقيا، وقد تنظم دولة أخرى في إفريقيا تلك البطولة، ولكن هكذا ما يقال. ولكن السيد جوزيف بلاتر أكد قبل أيام بسيطة من الآن بأن جنوب إفريقيا هي من ستنظم وتحتضن نهائيات كأس العالم القادمة عام 2010. كرة بتطول قدام تصل يا سلام عن طريق مالك معاذ، مالك معاذ كرة معاه، مالك معاذ يمررها في مكان تلعب توصل عند عبد الطيب يلعبها، ولكن ايضا تدخل حلو من حسن سوني حارس المرمى سنغافوري. كرة تلعب مرة ثانية لمصلحة عبد الله الدوسري، الدوسري بدوره على طول 15 حصل عبد الطيب، توصل للدوسري كرة معاه يحاول يعدي، كرة ياخذها لنفسه مغطي على اللاعب السنغافوري، ترد ورا لعبد عطيف، عبد عطيف ناقلها في مكان عند سعد الحارثي، سعد الحارثي حاول فيها ولكن ايضا الكرة الاخيرة مقطوعة. اسامة هوساوي، عبد عطيف، والكرة تعود لحارس المرمى وليد علي الحارس اللي طالع من مرمى، وكرة محاولة ايضا من عبد عطيف، كرة مع الكرة ما عدت الخط، وصلت مرة ثانية في النص الملعب لمصلحة المنتخب السعودي، ولكن ايضا تدخل حلو والتغطية سليمة جدا من قبل كايزن، والكرة تطلع خارج الملعب رميد تماس. في تبديل سعودي اخر، ستة هو اللاعب القادم، ستة عمر الغامدي، اذا عمر الغامدي بدلا من مالك معاذ، عمر الغامدي بدلا من مالك معاذ، وهي تبديلات طبعا تكتيكية لا أكثر من قبل المدرب الوطني السيد ناصر الجوهر. ثلاثة اللي طلع وليس تسعة، خلنا نشوف، لا تسعة مالك معاذ روبينيو الكرة السعودية، اللاعب اللي نشأ بنادي الأنصار في المدينة المنورة قبل أن ينتقل إلى صفوف أهلي جدة، وهذا هو ستة اللاعب عمر الغامدي، اللاعب اللي يزج فيه المدرب الوطني السعودي السيد ناصر الجوهر، وبالتالي تبديل كما ذكرت وتبديل تكتيكي لأكثر على اعتبار أن السعودية تتقدم بهدفين، والتقدم وحتى التعادل يعني ذلك أن السعودية مباشرة إلى الأدوار النهائية الحاسمة من تصفيات آسيا، وبعد ذلك إلى نهايات كأس العالم في جنوب إفريقيا 2010. إذا خلاص كل الأمور أصبحت واضحة المعالم تماما، على الرغم من الفريقين يمتلكون الكثير من الأوراق الرابحة، ولكن اليوم الإبداع والإمتاع شفناه حقيقة من جانب الأخضر، وبالتالي الأداء الجميل، الأداء والسيمفونية الجميلة أتت خضراء، ولذلك الفريق السعودي الفريق الحافل بالنجوم، والفريق الذي يتطلع حقيقة ليس فقط لبلوغ الأدوار الحاسمة بل الصعود لكأس العالم المقبلة للتواصل مع نهاية كأس العالم، هكذا يطمح السعوديون وهكذا يتمنى الفريق السعودي، وهكذا هي أمنيات أنصار الأخضر من خلال تصفيات كأس العالم. تواجد 4 مرات متتالية على مستوى المونديال
التواجد القادم يبدو بأن في الطريق، لأن المنتخب السعودي استعاد عافيته والسعودية تنفست السعداء وتفاءلت الآن خيرا، لأن الفريق يعود بكامل القوة والصحة والعافية، وبالتالي من الممكن أن تكون المنافسة السعودية أيضا على إحدى البطاقات الأربع للوصول مباشرة إلى نهايات كأس العالم من القارة الآسيوية إلى مونديال جنوب أفريقيا. إذن هكذا تقول الصورة، 90 دقيقة بالتمام والكمال، خلاص الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الثاني انتهى، ونلعب فقط على صافرة حكم المباراة، وكل الأمور وكل الدلائل تشير وتؤكد بما لا يدعو مجالا للشك على أن أوزبكستان كانت أول الفرق وصولا من المجموعة الرابعة، والآن السعودية إلى الدور الأدوار الحاسمة رفقة مع الفريق الأوزبكي إلى الأدوار النهائية الحاسمة من القارة الآسيوية لنهايات كأس العالم القادمة، ومنها طبعا إلى مونديال جنوب إفريقيا 2010. تواجد ليس بغريب على المنتخب السعودي ولا حتى على المنتخب الأوزبكي للأدوار النهائية. هذه كرة تلعب على طول، ولكن أيضا الكرة من أمام حقيقة 13، الكرة من أمام 13 طلعت خارج الملعب، ومن عبد الله الدوسري إلى ضربة ركنية لمصلحة المنتخب السعودي. برافو يا الأخضر، برافو السعودية، برافو هذا الأداء الجميل، برافو عودة الروح المعنوية، برافو الأداء الجميل والتكتيك الحلو والخطة من المدرب السعودي سيد ناصر الجوهر، وبالتالي المزيد والمزيد قادم، والقادم طبعا في الأدوار النهائية الحاسمة من مونديال ومن تصفيات آسيا لمونديال جنوب إفريقيا. قام بالسلام اللاعب رقم 10 في المنتخب السنغافوري، وهذه كرة اللاعب عبد الله الدوسري حاول فيها طبعا، وحاول أن تكون الأفراح مستمرة حتى النهاية، ولكن الكرة عدت وتحولت بعد ذلك إلى ضربة ركنية لمصلحة الأخضر السعودي. إذن السعودية أول البلدان العربية وصولا للأدوار النهائية الحاسمة من آسيا للمؤهلة بعد ذلك نهاية كأس العالم. السعودية أول البلدان العربية، نتمنى اليوم أيضا قطر والبحرين وعمان والكويت والإمارات وسوريا كل التوفيق، كل التوفيق للبلدان العربية. يلا إن شاء الله تكون بس يعني باكورة خير وافتتاح خير من جانب أصحاب الخير، أصحاب القمصان الخضراء. نتمنى اليوم العنابي، ونتمنى للأحمرين العماني والبحريني، ونتمنى أيضا للأبيض الإماراتي والأزرق الكويتي والأحمر العربي السوري من خلال فعاليات هذه التصفيات كل التوفيق وكل النجاح، وأيضا الأخضر العراقي ما ننسى إطلاقا. أبناء الرافدين كرة اللعب على طول، والكرة أيضا تضرب وتطلع خارج الملعب إلى ضربة ركنية أيضا أخرى لمصلحة الأخضر السعودي. أخضرين، أخضر سعودي وأخضر عراقي، والأخضرين كانوا تواجدوا حقيقة في نهائي أمم آسيا. نتمنى كل التوفيق للأخضرين، كما نتمنى طبعا للثلاثة قمصان حمر عمان والبحرين وسوريا كل التوفيق، والأبيض الإماراتي والأزرق الكويتي إضافة إلى العنابي القطري. كرة اللعب الآن بتوصل من 6 على طول، محاولة ولكن أيضا عرقلة حكم مباراة تقول ما فيها شيء. كرة اللعب من عبد الله الدوسري، والكرة تضرب تعود مرة ثانية لمصلحة المنتخب السعودي. ترد وراء رضا تكر، رضا تكر، كرة يطولها قدام، كرة مقطوعة أيضا من قبل اللاعب دانييل بنلت، بنلت بدورة على طول تلعب توصل لجون ويلكنسون، ويلكنسون وهنا تأتي الصافرة النهائية معلنة نهاية زمن شوط المباراة الثاني، وتأهل بالتالي أول تأهل عربي إلى الأدوار الحاسمة النهائية